هل من يعمل معصية وهو يعلم أنها معصية هل يعتبر منافق أثناء عملها؟ ليس بمنافق ولكنه يضعف أحيانا، وقد ورد بل في الكبيرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بحمار اسمه عبد الله، وكان يؤتى به كثيرا ويجلد من أجل شرب الخمر، فأتي به ذات يوم فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه ما علمت أي كما علمت يحب الله ورسوله. وأيضا في هذا الصدد النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، الرجل تزني وزناها الخطو، والنفس تهوى وتتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولا نستطيع أن نقول كل بني آدم ومنافقين، والحديث مطلعه كتب على ابن آدم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم والله أعلم.